السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة المنتخب الوطني لكرة القدم خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوي، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. صباح الخير جميعا، كل سنة وانتم طيبين، واتمنى لكم كل التوفيق. بس انا عايز اقول لكم على حاجة، اهم من اللعب ازاي نقدم نفسنا للناس. اهم من اللعب عندي وعند كل المصريين نقدم نفسنا لمصر وللناس في العالم اللي هتتفرج علينا ازاي. نتمنى ان احنا نشوف احسن نتيجه، وطبعا انا في تقديري انا كانسان القيم والمبادئ بتاعه اللعب المحترم والنظيف ومكرم الذات ده اهم حاجه عندي. الماتش كل الماتش هتتلعب، ويتبقى المنظر والانطباع الطيب اللي احنا هنقدمه عن نفسنا لكل شاب في سنكم، لكل شاب في سنكم، لان انتم بالنسبه للشباب مثل وقدوه. فالمثل والقدوه ده بيحاسب على نفسه كويس قوي في كل تصرف. هو احنا في الملعب كده كل اللي بيتفرج عليه ده من ضمن اللي انا بتمناه، ان احنا يعني كمصريين وانا واحد منهم نشوف الشاب المصري زيه زي افضل شاب في العالم في كل شيء، افضل في كل شيء. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يا رب يوفقكم ونشوفكم في احسن حال، ونستمتع بادائكم اللي دايما انتوا بتمتعونا بيه. ربنا يوفقكم ان شاء الله. حد عايز حاجه منكم؟ رزق فندم، يعني بالنسبه للعيبه بنيجي لحضرتك منتخب مصر كلهم حاضرين موقعين على الفانيلة منتخب مصر لحضرتك. متشكر جدا، متشكر جدا. وعايزين نقول لحضرتك انه اولا بنشكر كل اجهزه الدوله، مجموعه العمل ليل مع نهار، ده اللي هيساهم انه ابنائنا المرحله الجايه هيستفيدوا من البنيه التحتيه اللي موجوده في كل ربوع مصر. البنية التحتية الرياضية النهاردة ما شاء الله خير، فبنشكر حضرتك على الاهتمام والشكل اللي هيطلع لإفريقيا بشكل كبير جدا، ملاعبنا في مستوى عالي جدا، بنشكر حضرتك. ربنا يوفقك. كلنا يا فندم عندهم استعداد للكفاح وروح معنوية عالية جدا، البطولة وما بعد البطولة إن شاء الله نبقى قد المسؤولية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن السيد الرئيس قام كذلك بجولة تفقدية للمنشآت والتجهيزات باستاد الدفاع الجوي للوقوف على الترتيبات النهائية لأعمال رفع الكفاءة التي جرى تنفيذها بالاستاد لاستضافة عدد من مباريات كأس الأمم، حيث أعرب السيد الرئيس عن تطلعه لأن تكون البطولة دفعة إيجابية للرياضة المصرية ككل وكرة القدم بشكل خاص بفضل ما تم تطويره من بنية تحتية رياضية على أعلى مستوى.